التحفيز الكهربائي. هل أجهزة التحفيز الكهربائي بتنزرع بالنخاع الشوكي أو بتنزرع بالمثانة نفسها، وبتعطي نبضات كهربائية حتى في حال شلل المثانة حتى يصير في انقباض ويبول المريض. المشكلة إنه المريض لازم يكون صاحي كويس، بيعرف يستخدم الجهاز كويس، لازم يكون راخي الصمام تماما قبل ما يعطي نبضة الكهرباء، وإلا صار بيصير عنده ألم. المشكلة الأخيرة إنه إذا صار أي التهاب الجهاز لازم يعني ما بنقدر نستخدمه. في أجهزة أبسط من هيك اللي هي بتحفز الأعصاب الطرفية حتى تلفت الدماغ عن المثانة. هاي يعني أسلوب غريب شوي، إنه بنعطي نبضات كهربائية بالقدم أو ببطة الرجل حتى ننشط عصب هناك، لأنه هذا العصب موصول بالدماغ مع عصب المثانة، سبحان الله. فلما نعمل هيك الدماغ بيلتفت عن المثانة فبتركها بحالها، بيصير مشغول بنبضة الكهرباء اللي اجتهم، بتنعمل أكثر من مرة ولقوا أنه تكرار البول بخف باستخدام هاي النبضات الكهربائية. هلا الأجهزة اللي بتنزرع بالمثانة للأسف كلفتها غالية جدا جدا جدا، يعني للمريض الواحد تحتاج حوالي 12 إلى 15 ألف دينار. فيعني استخدامها بصراحة في دولة زي الأردن مش شائع كثير يعني، بس يعني بحمد الله في طرق أخرى أقل كلفة وأكثر نجاعة والحمد لله.